السلام عليكم، أخباركم إيه؟ وحشتوني كتير، إن شاء الله يا رب تكونوا بخير. هنتعلم غرزة جديدة إن شاء الله النهاردة، اسمها الهيرينج بون، أو بالعربي مترجمينها غرزة عظم الرنجة. هي سهلة قوي بس محتاجة تركيز شوية. هنبتدي أول حاجة إن إحنا نعمل 10 سنجل كروشيه، وبزود عليهم واحدة في الآخر يبقى 11. هو ده ارتفاع السطر الجديد كده. بعد العشرة تشين بتوعي، بعدين بزود واحدة، وبعدين بدخل في تاني غرزة في تاني تشين وبعمل سنجل كروشيه. السنجل كروشيه زي ما انتم ملاحظين فيها خيطين، بدخل في تاني خيط القريب للغرزة الجديدة اللي انا المفروض اعمل فيها سنجل كروشيه تانية، وبعدين ادخل بالابرة في الغرزة الجديدة او في التشين اللي بعدها واخد لفة. بقى معايا دلوقتي 3 لفات على الابرة، هاخد لفة واطلعهم هما التلاتة. اوكي، بعد كده بدخل، بقى عندي هنا كأن في 3 خيطان، 1 2 3. بدخل في اخر واحد الاقرب للغرزة الجديدة، وبدخل في التشين اللي بعدها وباخد لفة. بقى دلوقتي معايا 3 خيطان على الابرة، باخد لفة واطلع التلاتة، وهكذا بنفضل نكرر لغاية اخر الغرز. عندي دلوقتي 3 خيوط، بدخل في اخر خيط القريب للغرزة الجديدة او للتشين الجديدة، بدخل في التشين اللي بعدها، باخد لفة واطلع معايا 3 خيوط لفة واطلعهم كلهم. هكمل كده لغاية اما اخلص بقية السطر. بدخل في اخر خيط، بدخل في الغرزة اللي بعدها، لفة وطلع 3 خيوط، وهكذا. وصلنا لاخر غرزة، بدخل في اخر خيط وبعدين في اخر سلسلة موجودة معايا 3 خيوط لفة وبطلعهم كلهم. كده خلصت العشر سلسلات الامامية، كده كأني اشتغلت من الامام. بعد كده معايا 10، يبقى شغلي مظبوط. هلف الشغل وارتفع سلسلة عشان ابدأ بيها السطر الجديد، وبعدين هبتدي اعمل سنجل كروشيه. بس في السطر التاني هبتدي ان انا اشتغل مش من الامام، هشتغل من الخلف، نفس الفكرة بس من الخلف. فهدخل بالابرة من ورا في اول في، بس من ورا عشان اعمل سنجل كروشيه. ايوه كده، زي ما انتوا شايفين دخلت من ورا، بعدين هاخد لفه واطلع واخد لفه واطلع الخيطين اللي بتوع السنجل كروشيه، وبعدين هدخل في الخيطين بتوع السنجل كروشيه، هدخل في اخر خيط اللي جنب الغرزة الجديدة اللي المفروض ادخل فيها، وبرضو ادخل الابرة في الفي بس من ورا، من تحت الفي بس من ورا. ايوه زي ما انتوا شايفين كده، واخد لفة واطلع على ورا. هيبقى معايا 3 خيطان على الابرة، نفس الفكرة، بشد شوية عشان تبقى سهلة، واخد لفة واطلع الثلاث خيطان. برضو هدخل الابرة في اخر خيط القريب للغرزة الجديدة، وادخل تحت الفي اللي بعدها من ورا لقدام. شايفين راس الابرة جاية من ورا لقدام، واخد لفة واطلع على ورا تاني واشدها كده، اطولها شوية، وبعدين لفة واطلع الثلاث خيطان، وهكذا نفس الفكرة اللي عملتها من قدام بس بعملها من الخلف. ادخل في اخر خيط، وبعدين ادخل في الفي اللي بعدها من ورا لقدام. ايوه كده، من ورا لقدام، بعدين اسحب الخيط على ورا، من قدام على ورا. بقى عندي 3 خيطان على الابرة، بشد كده برتفع شوية، اخد لفة
وطلع التلات خيطان. تاني بكرر، سهلة جدا، انتوا لما تمارسوها كمان بايديكم ان شاء الله هتلاقوها سهلة. انا في الاول اول ما شفتها حسيت ان انا لا 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 مش هقدر اعملها، ازاي من ورا دي مش مريحة، بس تكرريها مرتين او حاجة بتطلع رائعة. وبعدين هي من الغرز اللي بيتعمل بيها شنط، بتعمل بيها مفارش، بتعمل بيها بطانيات، بجد النتيجة رائعة. وكل ما الخيط كان تخين او استخدمنا الخيط على مجوز بتطلع احلى وبتبقى ريتش كده، يعني سميكة كده وحلوة. فان شاء الله تستمتعوا بيها. بكمل كده لغاية اخر السطر نفس الفكرة، بدخل في اخر خيط وفي الفي من ورا وبسحب الخيط ولفة واطلع التلات خيوط وهكذا. شايفين هنلاقي شبه عظم، يعني شبه مش عارفة ليه هما مسمينها عظم الرنج، الحقيقة شبه عظم السمكة، يعني شبه العمود الفقري بتاع السمكة كده. هي بس حاجة عشان نفتكر بيها شكل الغرزة يعني. بكمل كده خلاص، كده دي آخر غرزة تقريبا. وفي كل مرة لازم أعد العدد بتاعي ان هو يبقى 10 عشان كده اعرف ان شغلي مظبوط، خصوصا للمبتدئين. اهي ده الخلف وده كده من الامام، شايفين عملت ازاي؟ فعلا زي العمود بتاع الـ او الـ 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 السمك يعني من جوه، او الرنجة زي ما بيقول. هنبتدي بقى طالما قلبنا الشغل، وهنبتدي بنعد الاول نتأكد ان شغلنا سليم، وهنبتدي طالما الامام بتاع الشغل جه ناحيتنا هنشتغل من الامام، لما الخلف يجي ناحيتنا اشتغل من الخلف وهكذا. هبتدي دلوقتي ان انا اعمل السطر الجديد. دلوقتي الامام بتاع الشغل جه قدامي، هرتفع سلسلة وهبتدي اشتغل من الامام للخلف بقى. وهعمل في اول في هعمل سنجل كروشيه عادية زي ما بدأنا السطر الاولاني، وبعدين بدخل في تاني خيط من السنجل كروشيه اللي هو قريب للغرزة الجديدة، بدخل في الفي اللي بعديها من الأمام للخلف لفة وأطلع معايا تلات خيوط، لفة وأطلع التلاتة، نفس اللي عملناه في الصف الأولاني بالظبط، وهكذا لغاية لما أخلص السطر. شفتوا ازاي سهلة جدا؟ بنكمل كده ان شاء الله لغاية لما نخلص السطر. خلصنا كده السطر التالت، ده الامام بتاعي. هلف الشغل وابتدي اطلع الصف الرابع، هيبقى ده الخلف بتاعي. يبقى هشتغل نفس الشغل بس من الخلف للامام. برتفع سلسلة، بدخل من تحت الفي الاولانية من ورا لقدام، واعمل سنجل كروشيه نفس اللي عملناه، مفيش اي جديد، انا بس بكرر عشان تعرفوا الشغل بيتعمل ازاي في السطور اللي بعد كده. دي سنجل كروشيه عادية، بدخل في تاني خيط، بعدين في الفي اللي بعديها من ورا لقدام لفة واطلع على ورا معايا تلات خيوط، لفة وبطلع التلات خيوط، وهكذا بكمل بقية السطر زي ما انتوا شايفين. وصلنا كده لآخر غرزة في السطر، خلاص كده ده الخلف بتاع الشغل وده الأمام. لما يجيلنا الأمام أنا عارفة إن أنا أشتغل من الأمام للخلف، ولما يجي الخلف قدامي اشتغل من الخلف للامام، وبخلص الشغل على كده. ان شاء الله يا رب تكون الغرزة عجبتكم وتكون سهلة، ولازم اتأكد من العدد بتاعي. ولو عجبكم الفيديو ما تنسونيش بشير ولايك واشتراك في القناة، والسلام عليكم.